صباح الهنا والرزق، ويعني زي ما بيتقال كده يا رب اجعل صباح هذا اليوم كده باب رزق جديد بيتفتح علينا كلنا، بس لازم يبقى فيه سعي. صباح الخير والفل، وان شاء الله بكره نيجي نقول صباح النصر. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا كالعاده هنتكلم فيها عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي، وهنتكلم عن الرياضه العالميه، ولكن كمان في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده اكيد هيكون عندنا اثنين من الفقرات الحواريه اللي ان شاء الله تنال استحسان حضراتكم. الفقره الاولى هتكون مع كابتن انور الكموني لاعب التنس ومؤسس حمله مانحي الامل، وهو شخصيا احد متحدي مرض السرطان. وفقرتنا الثانيه هتكون مع اسم كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي، كابتن فوزي سكوتي نجم النادي الاهلي السابق. فاهلا بيكم في حلقتنا. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، مبادرات جديده، وكمان اكيد فيما يختص بماتش الاهلي والنصر المقصه اكيد في كلام كتير لازم هيتقال. وزي ما احنا عارفين النهارده المواجهه هتكون جديده من مواجهات الاهلي المؤجله. الاهلي هيواجه نصر المقصه تحديدا الساعه 7، هيكون في السويس، مباراه اعتقد هتكون مهمه جدا في مشوار الفريق للدفاع هنا عن لقب بطوله الدوري الممتاز. لو اتكلمنا بلغه الارقام، الاهلي حقق لحد دلوقتي 48 نقطه، ان شاء الله الفوز يكون للاهلي ومزيد من النقاط. هي مواجهه برضه مش بسيطة، محدش يعني يستهون ويقول لا ان شاء الله تعدي، يعني ان شاء الله تعدي على خير، بس لازم نكون برضه قلقانين، لازم نكون برضه محضرين مذاكرين. اتقابلنا 20 مرة قبل كده، او كانت مواجهات 20 مرة قبل كده ما بين مصر المقصة والاهلي، دي هتبقى رقم 21. لو احنا قارنا بين ارقامنا وارقامهم اكيد الاهلي ارقامه افضل بكتير، ولكن ما زال الماتش مهم، المباراة مهمة والبطولة مهمة. فكل التوفيق لفريقنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا الحمد لله فوزنا في مباراة المقاولين العرب يوم الخميس الماضي بهدفين دون رد، والاهلي كما هي عادته بيسعى دايما لمواصله عروضه القويه في بطوله الدوري الممتاز خلال مواجهته النهارده مع مصر المقصه. موسيماني هو كمان زي ما تعودنا منه بعد كل مباراه بيطالب كل اللاعبين بضروره التركيز ونسيان كل ما هو يعني كل اللي فات، وركز في اللي جاي عشان نواصل مسيره الانتصارات وتحقيق اهداف المرحله الحاليه على المستوى المحلي واكيد كمان على المستوى الافريقي. برضه لو هنتكلم يا كريم عن ماتش يعني المقاولون العرب الاخيره، هي اعتقد كانت برضه مباراه صعبه في اولها تحديدا. احنا قلنا او كنا شايفين فريق المقاولين العرب لعب قد ايه من الدقيقه الاولى كان بيركز على منع الاهلي من تسجيل الاهداف، لكن فريق تعامل بشكل اعتقد جيد جدا واستطاع ان هو يحقق يعني هدف والخروج كمان بثلاث نقاط، وقطع هنا بنتكلم خطوه كبيره جدا في سباق الدوري الممتاز. الهدف الاول اللي شفناه كان في الدقيقه 77 صلاح محسن، وبعد كده محمد شريف الهدف الثاني اللي كان في البدل وقت البدل ضايع، بس برضو نقدر نقول كانت مباراة قوية، بس الحمد لله عدت يعني لمصلحة الأهلي. وموسيماني حضرات أعلن قائمة الفريق استعدادا لمباراة اليوم مع مصر المقصة، وضمت قائمة النادي الأهلي 21 لاعب، هم محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بنون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو سوريا، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، علي معلول، وأكرم توفيق، وجونيور أجاييه، محمد هاني، ومصطفى شوبير، وأخيرا وليس آخرا حمزة علاء. أسماء كلها كبيرة وأسماء مهمة، وأداء إن شاء الله يكون يعني أكثر من رائع، لأن أكيد مباراة في غاية الأهمية. كنا بنأمل، لو أنت فاكر وتحدثنا أكثر من مرة في الموضوع ده، إحنا كان عايزين المباراة دي تؤجل، ولكن مش مشكله، ده اللي حاصل، واعتقد الاهلي قدها وزياده كمان زي ما احنا بنقول، وده اللي احنا بنتكلم فيه. وكالعاده هيكون حريص اكيد الاهلي على تحقيق الفوز، وان هو يسير كمان خطوه بخطوه، مباراه دلوقتي التركيز بنتكلم فيها على مصر المقصه، بعد كده لما نعدي البيج دي او الصفحه دي هيبقى الاعداد بقى لمباراه كايزر تشيفز. وزي برده ما موسيماني كان قال ان هو مش هيفكر في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا دلوقتي، امام مباراه يعني في غايه الاهميه، الدوري امام المقصه، وبالتاكيد هنقدر نقول من ناحيه ثانيه ان من تنسيق بقى كامل، او في تنسيق كامل كمان مع السفاره المصريه في المغرب، ده قبل السفر لخوض نهائي دوري ابطال افريقيا امام كايزر تشيفز. العاده يعني ما هياش حاجه جديده، احنا كل مباراه لما بتكون موجوده بصراحه البعثه المصريه بتكون على اتم استعداد، وبتكون يعني زي ما احنا بنعرض دايما يا كريم كلها الخدمات موجوده من ساعه ما بينزل او تنزل البعثه لغايه لما بتسافر، ف ده اللي احنا متوقعينه حقيقي من الدبلوماسيه والخارجيه المصريه. امبارح كابتن محمود الخطيب اجتمع بشركه النادي الاهلي للمنشات الرياضيه للبدء في تنفيذ المرحله الاولى لخطط العمل وفق الجدول الزمني اللي تم اعتماده. كمان تم استعراض الجوانب المتعلقه بتنظيم عمليه تمويل المنشات الرياضيه اللي اقرها مجلس اداره الشركه، وده طبعا بيحصل في ضوء قرارات مجلس الاداره اداره النادي الاهلي اللي اعتمد فيها خطط العمل المقدمه من شركات الاهلي لكل من كره القدم والمنشات الرياضية والخدمات الرياضية.
حلو جدا. انا فاكره اول مره اتكلمنا عن الموضوع ده وشركات الاهلي للمنشات الرياضيه وقد ايه كنا فرحانين ان انت بتتكلم بقى في لغه عالميه، انت مش بتتكلم بس في ان انت باصص يعني تحت رجليك، انت بتبص ان انت عايز الموضوع يوصل بشكل عالمي ويطبق في مصر بشكل عالمي وكمان يتم استثماره على الارض عندنا. فهو ده اعتقد او دي الخطوات اللي فعلا الاهلي كانت حريصه جدا عليها. خلينا نتكلم بقى مبادره مهمه جدا واحنا اتكلمنا عنها اكتر من مره، وهي تماشيا مع مبادره درجتك صحتك اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه سياده الرئيس. نظمت كمان لجنه الشباب بالنادي الاهلي تحت اشراف اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه كان ماراثون بالدرجات بفرع النادي بالشيخ زايد. خلينا نروح نشوف كده ايه اللي حصل، وكان ماراثون لطيف جدا وناس كتيره جدا شاركت، وكان المفروض احنا هنشارك بس ما حصلش. انا عن نفسي حددت موقفي من ساعه تبتي اعلنت انسحابك من الاول. انا مع نفسك يا ست الكل. صحيح. لا انا كنت بفكر فعلا اشارك والله. بتعمليها انا عارفك بتعمليها والله. خلينا نروح نتابع كده ونشوف ايه اللي حصل ونرجع نكمل. احنا بقالنا فترة شغالين على تنظيم الايفنت ده، بس اخترنا النهاردة تحديدا علشان الاجازة بدأت في اغلب المدارس والجامعات. فطبعا يعني احنا التارجت اودينس بتاعنا احنا لجنة الشباب، فطبعا احنا بنستهدف الشباب، فطبعا بعد الدراسة وكده، فده كان انسب وقت النهاردة. ويعني الحمد لله كمان اتبعنا الاجراءات الاحترازيه في ان العدد كان يعني قليل بحيث ان عشان ظروف الكورونا نبقى ملتزمين بالموضوع ده. دي اول حاجه. تاني حاجه اتبعنا اجراءات السلامه، كل الناس اللي جت النهارده كان اتوقع عليهم كشف طبي على مدار يومين في عياده النادي، فدي طبعا حاجه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نكون متاكدين ان كل الناس اللي جت صحيا قادره جسديا قادره ان هي تعمل ده، لان طبعا احنا كنا على الطريق يعني، فده من اهم اولوياتنا. وطبعا احنا هدفنا ان احنا نسعد الاعضاء يعني، فالحمد لله النهارده كان يوم جميل والناس كلها كانت مبسوطه جدا. اللي هو طبعا نادي الاهلي فايتس سيف يعني ويل اورجنايزد اكيد، وبس حسيت ان هو هيبقى سيف يعني مش هيبقى فيه اي، انا كده كده ما بسوقش عجل غير في الكومباوند فاول مره اطلع بره، فحسيت راح يبقى سيف يعني. اول حاجه انا عرفت بشكر لجنه الشباب في النادي الاهلي على الفعاليه الجميله دي. عرفت طبعا من لجنه الشباب على النت وسجلت على طول، والحمد لله حضرنا النهارده وكانت حاجه جميله جدا بكباتن المشاركين بالتنظيم الجميل دوت، والحمد لله عدت على خير. عرفت من الجروب على الفيسبوك بتاع النادي الاهلي كانوا كاتبين في ايفنت، دخلت عملت الابلكيشن وحد كلمني وبس، وجيت الميعاد وجيت. الايفنت بصراحه حلو قوي قوي، منظم ويعني الامن فعلا موجودين معانا، الاسعاف موجوده، الاورجنايزرز نفسهم رايحين جايين طول الايفنت، واللي هو خالد نفسه مدير النادي ماشي معانا. فبصراحه لا كان حلو جدا وبسطنا، اتبهدلنا زي ما انتم شايفين بس اتبسطنا في الاخر قوي. لا تنظيم حلو جدا، بدايه من الامبيولانس، الناس اللي بتتابعنا من اول الايفنت لاخره الماراثون كل شويه يوقفوا يطمنوا علينا، فكان يعني بنشكر النادي الاهلي بجد على التنظيم الجميل ده. انا كاهلاوي كان حلم حياتي يعني في الفريق، احنا بنجري من 2014 بنعمل ماراثونات جري وعجل، كان حلم حياتي اني انظم حاجه للنادي الاهلي، والحمد لله انا بالنسبه لي كده نص يعني حلم كله اتحقق، اللي انا انظم حاجه مع النادي الاهلي اعظم نادي في الكون. والحمد لله النهارده اليوم كان جميل وكان في تعاون جدا بين النادي الاهلي وما بيننا، وما شاء الله يعني كل الناس الحمد لله اتبسطت، وان شاء الله تتكرر كتير يعني. وان شاء الله بعيد بقى عن الايفنت اتمنى ان شاء الله الاهلي ياخد العشر السنه دي ان شاء الله. هو الحمد لله اليوم كان جميل جدا النهارده، يعني كنا مظبطين ان احنا نعمل كام حاجه في اليوم بالنسبه للجو وبالنسبه للناس، ان هي اول مره نعمل ايفنت عجل هنا يعتبر في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. الحمد لله اليوم مشي كويس والناس اتبسطت، المسافه كانت متوسطه برضو بالنسبه لحراره اليوم وبالنسبه للناس. الحمد لله الناس اتبسطت باليوم وطلبوا انها تتكرر تاني، فان شاء الله يعني نعمل حاجه تانيه وممكن نجدد كمان بقرشه تانيه. اقبال الناس كان كتير جدا، يعني عايز اقول لك كان عدد كبير جدا اللي عامل ريجستريشن، بس طبعا كان في تارجت اودينس عموما او الناس اللي كانت موجوده معانا كان في عدد تحت السن، فطبعا يعني اضطرينا ان احنا نعتذر لهم، والعدد
كان كبير جدا. حاولنا اللي احنا يعني نحاول ننظم الاعداد ديت سواء بالتعاون هنا مع ستار رانرز او بالتعاون هنا لجنه شباب النادي، وهنا النادي امن النادي كان موجود معانا وكان مسهل لنا الامور جدا. على كل حال خلينا بقى نروح بعد كده وملف مهم جدا ونهائي ناري زي ما بتقال بين إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، مباراة الساعة 9 إن شاء الله مساء على ملعب ويمبلي. خلونا نتكلم كده بقى بلغة الأرقام، يعني المنتخب الإنجليزي وصل المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ مشاركته باليورو، طيب ده ليه؟ ده رغم كونه فريق أكيد كبير جدا والأكثر خوضا للمباريات بالبطولة، ده كان بواقع كام بلغة الأرقام؟ 37 لقاء. طيب على الصعيد الثاني، إيطاليا بلغت نهائي اليورو للمرة الرابعة في تاريخها بعد ما فازت باللقب مرة واحدة، ده كان بس زمان قوي بقى عام 1968. قبل ما نخش على الخبر اللي معك، لأن أنا عارفة أنت هتسمعنا ملايين جميلة، خلينا بقى جاي لك بصورة أيوة وأنت بتحب الحاجات دي، هي بس نتكلم سريعا أو بنظرة سريعة. البطولة دي بطولة جيدة يعني، ولكن ليست ربما الأفضل أو النسخة الأفضل يا كريم في اليورو، يعني إحنا شفنا أفضل من كده بكتير. وكمان في حاجة تانية، في زي ما بتقال كده مفاجآت، يعني انت لو هتتكلم عن الفرق او المنتخبات اللي كانت الاقرب، تكلم مثلا على فرنسا مثلاً. بتتكلم مثلا عن المانيا، لكن انجلترا ما فيش مشكله كان متوقع. ولكن المفاجاه اللي كانت حلوه، يعني هي مفاجاه مش وحشه، مفاجاه حلوه، ايطاليا زي ما بتقال كده رجعت مره تانية لايطاليا بتاعت زمان اللي احنا نعرفها، فعلا كان لعب حلو، مش بس فوز، لا لعب حلو جدا، فيمكن هي دي من المفاجآت. طيب النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها كمان معاك، انا بحاول سريعا عشان اكيد هنتكلم في كل الملفات دي مع ضيفنا في الفقره الاخيره، لكن كمان بالنسبه للحضور هيبقى فيه 66,000 شخص من الجمهور هيكون حاضر، كانوا عايزين اكتر من كده ولكن رست على 66 تحديدا الف مشجع. فخلي بالك ده ممكن شويه ناس تشوفها او من بعيد، طب ما ده ممكن يكون ضغط على ايطاليا لمصلحه انجلترا، لان هو فيعني اصل خلي بالك عشان كمان عنصر الارض، واللي انا فاهمه ان الحكومه وزاره الصحه في انجلترا والحكومه الانجليزيه حطت يعني ايه زي ما تقولي شروط كده معينه لنسب الحضور عشان كمان يقللوا الى حد كبير من الوافدين لداخل المملكه المتحده عشان يحضروا المباراه. معنى كده ان هتلاقي انه جماهير انجلترا على الاقل هتبقى ضعف جماهير ايطاليا طبعا. وبرده ردا على النقطه اللي كنت بتتكلمي فيها، انا معاكي جدا في ان الموسم ده او النسخه دي من اليورو ما هياش الاقوى، لان الفرق والمنتخبات كلها مش زي ما كانت عليه زمان. يعني لو بتتكلمي بقى على انجلترا زمان، اوه دي اصلا طول عمرها حاجه ملفتة للنظر، انجلترا من اتقل الفرق وفعلا من اكثر الفرق يعني وصولا الى المراحل النهائيه من هذه البطوله، ولكن لم يفز بها قبل كده يعني هذا المنتخب، فطبعا شيء عجيب. طيب على ذكر بقى الملايين، جاي لك اهو، خش جاي لك اهو الارقام. بالمناسبه يعني جوائز هذه المسابقه بتبلغ بقى في اجماليها كام؟ مجموع جوائز يورو 2020 بيبلغ نحو 371 مليون يورو. الاتحاد الاوروبي لكره القدم يوفا منح كل منتخب متاهل للنسخه الحاليه من البطوله 9.25 مليون يورو، فيما تتوقف طبعا ارباح دور المجموعات على نتائج كل منتخب. يمنح اليوفا 1.5 مليون يورو نظير كل فوز في دور المجموعات، ويتوقف اجمالي ارباح كل منتخب على نتيجه المباراه النهائيه، وذلك في ظل حصول الفائز على 10 مليون يورو، فيما سيجني الخاسر 7 مليون يورو فقط. يعني حال تتويج ايطاليا باللقب مثلا، ارباحها في الحاله دي من البطوله هتوصل ل 34.25 مليون يورو، فيما ستجني انجلترا الوصيفه 30.5 مليون يورو فقط. لكن لو الوضع معكوس عند فوز الانجليز باللقب الاول في تاريخهم، فهيكونوا بيجنوا في هذه الحاله 33.5 مليون يورو مقابل 31.25 مليون يورو لايطاليا صاحبه المركز الثاني في هذه الحاله. انا فرهطت من الملايين، انا فرهطت من الملايين يا نهول، كتير كده يا نهول كتير. بس على كل حال قبل ما نسيب ملف اليورو، انا اتمنى ايطاليا هي اللي تفوز باللقب بصراحه، يعني اعتقد معظم المصريين ما اعرفش بيميلوا بالفطره الى حد ما، يعني كل ما اسال حد يقول لي لا ايطاليا، فحبيبي بيان، بس المهم تكون مباراه اكيد قويه، وهي اكيد هتكون قويه.
من اليورو خلينا نروح على كوبا امريكا لتوج منتخب الارجنتين بيها بطل لكاس امريكا الجنوبيه كوبا امريكا للمره ال15 في التاريخ بعد حقق الفوز على نظير منتخب البرازيل بنتيجه 1-0 خلال المباراه اللي جمعت المنتخبين. ده كان في الساعات الاولى من صباح اليوم. انت عارف احنا بننام نصحى نعرف النتائج على ملعب ماركانا الشهير بريو دي جانيرو في نهائي بطوله كوبا امريكا 2021. جاء هدف الارجنتين الوحيد ده كان في الدقيقه تحديدا 22 عن طريق النجم انجل دي ماريا من خلال تسديده وضعها بشكل رائع جدا من اعلى الحارس ادرسون بعد انفراد عشان يفوز هنا زي ما بيتقال التانجو بقى بنتيجه 1-0. وتوج كمان خليني اقول لحضراتكم النجم الارجنتيني ميسي بلقب هداف بطوله كوبا امريكا بعد نجاحه في تسجيل 4 اهداف خلال البطوله اللي اختتمت على ملعب ماركانا الشهير بالعاصمه البرازيليه ريو دي جانيرو. وتصدر ليونيل ميسي قائد الارجنتين ترتيب هنا هدافي بطوله كوبا امريكا زي ما قلنا برصيد 4 اهداف. فكان في كلام هل هو ولا رونالدو ولا مين، بس ميسي بيبقى ميسي يعني رغم ان انا برضو بحب رونالدو اكتر بس ميسي فظيع بيبقى فظيع مش بني ادم. هما الاثنين مش بني ادمين من جيتي الحق. على كل الاحوال احنا هنستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه عشان نتعرف معاكم على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بفروعه المختلفه. اتفضل. الحقيقه من ساعه ما طلعنا فاصل لغايه لما رجعنا دلوقتي حالا يعني كل الكلام داير عن كورونا ومين خد التطعيم ومين الفيروس ومين ما اتفيروسش مش عارف الموضوع ده. بس احنا معانا احد الزملاء يعني اخذ التطعيم فكنا في سجال. أيوة. هل يحط الكمامه ممكن يعدي الناس ولا لا؟ فدي نقطه فعلا ده اللي انا اعرفه. هو قاعد يقوحني بس انا الى حد كبير متاكد من اللي بقوله. فكره لما حد بياخد التطعيم هو كانه واخد الدور بس على خفيف فهو أيوة بيكون حامل للمرض. ده اللي سمعت والله واعلم يعني مش عارفه سمعت. بس على كل حال بمناسبه كورونا بما احنا بنتكلم عنها الاعداد في بعض الدول ومنها الهند لسه في ارتفاع شديد جدا. لسه سامع الخبر ده وانا جايه في الراديو. وفي البرازيل يعني وفي طبعا ما اصابات فلسه الوضع يعني مش افضل شيء. ربما بعض الدول زي مثلا انجلترا الوضع فيها افضل شويه وبعض الدول الاوروبيه لان عندهم نظام يعني الزامي واجباري موضوع التطعيمات فتقريبا 3/4 البلد بتكون اخذت التطعيم. ولكن لسه في برضه قلق لسه في تخوفات. ده الى جانب الوعي بقى اللي كده كده موجود عند الناس طبعا. يعني احنا في فتره لو تفتكري في اوائل ظهور الفيروس يعني كان يعني مش عارف كان ممكن يتعمل ايه تاني. حملات توعيه اتعملت اعلانات مباشره اتعملت غير مباشره. الثقافه كانت عندنا سيبها على الله ما فيش كان الناس يقول لك ما فيش اصلا حاجه اسمها كورونا. هقول لك على حاجه الى يومنا هذا واحنا داخلين في السنه الثانيه ممكن تتكعبلي في واحد يقول لك انت مصدقها. لا نعرف ناس كده فعلا اهو اتفضلي. طيب على كل الاحوال تعالوا بقى نروح عشان نتابع مع حضراتكم اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير. طبعا برحب بيك يا كريم واكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي وكالعاده اكون معاكم النهارده في فقرتنا فقره اخبار النادي الاهلي عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي سواء على يعني المستوى الاجتماعي او على المستوى الرياضي. طبعا فرقه الرياضيه وعلى راسهم الفريق الاول لكره القدم. يعني خليني طبعا في البدايه كالعاده هبتدي معاكم باخبار فريقنا الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله لاعبتنا عندها مباراة مهمة جدا مع مصر المقصة في تمام الساعة 7 مساء بدلا من طبعا الساعة 5 مساء بعد ما تم تغيير موعد المباراة أمس. والنهاردة إن شاء الله يعني المباراة دي هتقام على ملعب استاد السويس طبعا في السويس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يعني خلينا طبعا يا كريم ونهاوند نقول إن مباراة اليوم تعتبر مباراة مهمة طبعا للعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني. اللعيبه والجهاز الفني يعني بيسعوا لمواصله الانتصارات وطبعا الحصول على الثلاث نقاط عشان ده طبعا يعني شيء مهم جدا للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري. وتعتبر النهارده يعني مباراه مصر المقصه مباراه مهمه واخر بروفا للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه الدور النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا واللي ان شاء الله هتكون امام فريق كايزر تشيفز يوم 17 من الشهر الجاري. والمباراه دي ان شاء الله يعني هتكون في تمام الساعه 9 مساء وهتقام اكيد زي ما كلنا عارفين في دولة المغرب.
كمان خلينا نهاوند وكريم، ما دام بنتكلم يعني على مباريات كره القدم، خلينا كمان نتكلم على استعدادات النادي الاهلي، فروع النادي الاهلي الثلاثه سواء الجزيره، الشيخ زايد او مدينه نصر، لاستقبال اعضاء النادي الاهلي لمشاهده المباريات. يعني خلينا نقول النهارده اداره الخدمات معاهم الاستاذ محمد الالفي المشرف العام على الخدمات والمنافذ، والاداره التنفيذيه طبعا تحت قياده الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي. يمكن يعني الاداره التنفيذيه واداره الخدمات يعني بتعمل مجهود كبير جدا، ويعني العديد من الاستعدادات عشان تستقبل اعضاء النادي الاهلي النهارده. فبقول يعني لكل اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي ويتفرج على المباراه النهارده، يجي في فروع النادي الاهلي سواء الجزيره الشيخ زايد او مدينه نصر. يمكن اداره الخدمات جهزت اكتر من شاشه عرض عشان يعرضوا المباراه، وكمان مع تجهيز يعني عدد كبير جدا من الكراسي عشان كل الاعضاء يكون عندهم الفرصه والامكانيه ان هم يتفرجوا على المباراه. فبقول الاعضاء يجوا، ما فيش اي مشكله، يعني في اماكن كثيره جدا، وده هيكون في كل فروع النادي الاهلي سواء الجزيره او الشيخ زايد او مدينه نصر. كمان يا كريم خليني اضيف على كلامكم بخصوص اجتماع كابتن الخطيب امبارح مع شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه. يمكن بعد الاجتماع مباشره كابتن الخطيب نزل عشان يستقبل يعني الشاب محمد عبد العاطي اللي كلنا طبعا شفناه كتب بوست على مواقع التواصل الاجتماعي ان هو نفسه يجي يزور النادي الاهلي، وطبعا يزور النادي الاهلي ويقابل كابتن الخطيب ويلتقط بعض الصور التذكاريه معاه واكيد لاعبي النادي الاهلي في المران. وبالفعل كابتن الخطيب استجاب لطلبه وحقق له حلمه وجه امبارح وزار يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره، وشاف كابتن الخطيب في ملعب مختار التتش والتقط بعض الصور التذكاريه معاه وفي الملعب ومع لاعبي النادي الاهلي. كمان كابتن الخطيب يعني اهدى درع وتيشرت النادي الاهلي، ويمكن انا كنت متواجده يعني في الحدث ده امبارح، ويمكن الولد كان ليه حديث معاه كان بيتكلم وبيقول قد ايه هو يعني مبسوط وسعيد طبعا ان هو موجود في ملعب مختار التتش وفي مقر النادي الاهلي بالجزيره، وانه شاف كابتن الخطيب ولاعبي النادي الاهلي، ووصف يمكن النهارده او اليوم ده يعني هو اسعد يوم في حياته انه كان مبسوط جدا. يمكن ده طبعا دور النادي الاهلي الاجتماعي، مسؤوليه اجتماعيه، يمكن مش اول مره نشوف يعني كابتن خطيب بيلبي طلب وبيحقق حلم يعني شباب اللي طبعا حابين ان هم يجوا يزوروا النادي الاهلي. يمكن دي مش اول مره بنشوفها يعني من كابتن الخطيب. فيعني بما ان احنا بنتكلم طبعا على دور الاجتماعي، خلينا نتكلم كمان على دور مجلس او لجنه المراه بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه النهارده ان شاء الله. يعني بمناسبه ملف طبعا محو الاميه بعد تدريب يعني العديد من عضوات النادي الاهلي المتطوعات من قبل الهيئه العامه لتعليم الكبار، انه علموا عضوات النادي الاهلي المتطوعات عشان يكونوا مدرسين محو اميه. فالنهارده ان شاء الله يعني هيكون اول امتحان للعاملين في النادي الاهلي. يمكن عندنا 200 يا كريم عامل و200 عامله في فروع النادي الاهلي الثلاثه، فالنهارده ان شاء الله اول مجموعه هيكون 20 عامل وعامله هيمتحنوا اول امتحان ليهم عشان يقيسوا قدراتهم وطبعا يعني مستواهم التعليمي. ده هيكون في فرع النهارده الشيخ زايد في تمام الساعه 10 صباحا. ده هيكون اول امتحان، وتاني امتحان ان شاء الله يعني للمجموعه الثانيه مجموعه مدينه نصر والجزيره هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله عشان برضو يقيسوا مستواهم وطبعا يشوفوا مستواهم التعليمي بعد 6 شهور من التعليم. ده طبعا يعني دور مهم جدا للنادي الاهلي، دوره الاجتماعي يمكن بيدعم طبعا مشروع محو الاميه اللي اكيد دولتنا طبعا مصر مهتمه بيه عشان يخلوا مصر بلا اميه. ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي على المستوى الرياضي والاجتماعي. خليني كمان أروح لأخبار الفرق الرياضية الأخرى، الألعاب الأخرى طبعا، وابتدي بالفريق الأول لكرة السلة رجال. يمكن طبعا بعد يعني ما كلنا عارفين أن تم توجيه الشكر لمستر ماريو بالما المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي. حاليا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كلف الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي أنه يتولى طبعا ملف تعيين مدير الفني الجديد لفريق النادي الاهلي. فالمجلس يعني حاليا بيقوم يا كريم ويا نهاوند بدراسه يعني العديد من السير الذاتيه لبعض المدربين، فحاليا هم لسه بيدرسوا بعض السير الذاتيه عشان يختاروا انسب مدرب طبعا وانسب مدير فني لفريق النادي الاهلي. فحاليا لسه ما فيش يعني اي حاجه رسمي خالص زي ما مكتوب يعني في مواقع التواصل الاجتماعي،
لسه المجلس اداره ما حددش المدير الفني الانسب لفريق كره السله. كمان تم الاستغناء بشكل يعني رسمي عن 6 أو 5 لعيبه من فريق كره السله وهم حاتم البحيري، محمد مصطفى مودي، احمد سلعاوي، وعبد الفضيل ابراهيم. كمان عدم التجديد لمعتز حسني، 5 لعيبه من فريق النادي الاهلي تم الاستغناء عنهم قبل بدايه الموسم الجديد. ده بالنسبه لكره السله. كمان بالنسبه لكره اليد، الفريق الاول النهارده ان شاء الله عندهم تمرين على فترتين، فتره صباحيه وطبعا فتره بعد الظهر. الفتره الصباحيه هتكون من الساعه 9 للساعه 11، والفتره اللي بعد الظهر ان شاء الله هتكون من الساعه 2 للساعه 5. وبعد تدريب الرجال هيكون في تدريب ان شاء الله فريق الاول لكره اليد السيدات الساعه 5 في الصاله، ده طبعا استعدادا للموسم الجديد اللي ان شاء الله هيبتدي في شهر سبتمبر القادم. يمكن دي طبعا يا نهاوند وكريم كانت كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، سواء يعني على المستوى الرياضي او المستوى الاجتماعي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك طبعا يا كريم، تفضل. والله ما قصرتي كالعاده يا سالة، شكرا جزيلا ليكي. كانت معانا زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. النهارده يوم قوي جدا ويوم مهم جدا لكل يعني محبي كرة القدم تحديدا. عندنا ماتشين في غاية الأهمية بتتكلم عن الأهلي وبرشلونة، خاصة الساعة 7 وإنجلترا وإيطاليا ونهائي اليورو الساعة 9. ده هيبقى طاقة وده هيبقى طاقة الاثنين بصراحة، بس يعني أنت عارف بقى تاخد من 6 بقى اقعد لغاية إيه. أيوه فبس هو هيبقى ماتش زي ما انت بتقول قوي جدا، يعني بنتكلم على فريقين اقوى من بعض، يمكن بس في فروقات ان ايطاليا دي المره الرابعه، انجلترا يمكن المره الاولى، ولكن برضو بيبقى فريقين اقوياء، وفي نفس الوقت برضو شويه غير متوقع مين اللي هيفوز. يعني عارف انت داخل بتتفرج ما فيش كفه ارجح، ما فيش كفه اتقل، فاحنا هنتفرج وان شاء الله اللي يعني ممكن يرجحوا كفه ممكن الجمهور. انا مش مصدق ممكن، بس انا اشعر الدنيا انا معاك، انا اشعر ان الماتش هيبقى يعني حتى الكوره هتبقى حلوه لايطاليا جدا طبعا. انا ما اعرفش ليه، بص هتبقى مباراه ممتعه ما فيش ضرر شك، الفرقتين اتقل من بعض والاثنين نفسهم يفوزوا باللقب طبعا، فماتش اكيد هيبقى قوي مليون في الميه. خلينا بس ننوه مع حضراتكم قبل ما يطلع فاصل، الفقره اللي هتكون معانا الجايه هي خاصه بكابتن انور الكموني لاعب التنس ومؤسس حمله محترمه جدا بعنوان منحي الامل. وخليني اقول لحضراتكم هو كمان يعني استاذ انور احد متحدي مرض السرطان، فقصه نجاح قصه كفاح، خلينا نسمع منه ونتعلم في نفس الوقت. فاصل وهنرجع نكمل. زي ما شفنا كده في التقرير وزي ما نوهنا، معانا بطل بكل ما تحمله الكلمه حقيقي من معنى، بطل رياضي، بطل في تخطي الكثير كمان من الصعاب، وبطل في تحدي المرض، ودي اعتقد حاجه كبيره جدا. خلينا نرحب بكابتن انور الكموني لاعب تنس ومؤسس حمله منيحي الامل، ونعرف قصته وبعدين نخش على هذه الحمله المحترمه اسما، ونعرف كمان مضمونها ايه. صباح الخير يا كابتن. جدا مبسوط جدا معاكم النهارده. احنا سعداء ومتشرفين بوجودك معانا. احنا في الفقرات دي دايما بنستضيف ابطال في رياضات مختلفه، لكن مش كلهم ملهمين. انت بطل وشخص ملهم للاخرين، وطبعا اكيد من خلال بقى لقائنا معاك النهارده هنعرف تفاصيل كونك شخص ملهم. اولا منور الدنيا. انا بشكرك جدا على الكلام ده، الكلام دي حاجه احنا بنقر واقع مش جايبين حاجه من عندنا يا استاذ. ربنا يخليك، شكرا جدا. خلينا نعرف بقى يعني انور الكموني في البدايه، انت ابتديت امتى؟ بعد كده احترفت ازاي؟ بعد كده ايه اللي حصل في المرض؟ اثر ازاي عليك؟ معلش سريعا حتى بس محتاجين نسمع. هي اغرب قصه ممكن تسمعيها حتى في الكتاب اللي نازل في معرض، اللي نزل مع الكارما، اللي هو نزل في معرض كتاب اسمه وراء ملعب الموت، هو خلص في اقل من يومين. ده كتاب انت عامله؟ هم اللي عملوه كارما. اوكي. انتاج الكارما، اسمه وراء ملعب الموت، والاسم حلو شويه. طبعا. وحاجه القصه ان القصه بدات قرار 21 سنه على التنس، او نحترف يعني اتعلم لعبه التنس 21 سنه وعايز اكون بطل في اللعبه دي. ده اغرب قرار ممكن. كام؟ 21. 21 اغرب قرار ممكن يتاخد في العالم. الوقت اللي اي بطل في التنس عاده بتلاقيه ابتدى من سن 4 أو 5 سنين. هو وصل للتصنيف في 18 سنة. هو عنده 18 ولسه بيتعلم يعني. فانا كنت متخيل ان ده اصعب مستحيل ممكن افكر اكسره. تخيل ده قرار جنوني وده اكتر مستحيل. ده كان قرارك لوحدك ده صح؟ كان قراري، واحد صاحبي قال لي ينفع وكان معلومه غلط، وانا قررت بقى التحدي بقى للاخر. وانا من طبعي بدخل في حاجه ما بعرفش اسيبها غير لما اوصل لاخر حاجه. بدايتك اول مره تتعامل مع الرياضه دي؟ لا لا، كنت بلعب كوره كويس جدا في مدرستي، كنت من احسن الناس، بس في التنس لا. لا انا بكلمك على التنس. اول مره. اوكي. كان قرار يعني. وابتديت من السن النسبيا كبيره دي. مستحيل اصلا. وحصل ايه بقى معاك؟ طبعا بقى بتمرن بال7 أو 8 ساعات وعارف انت تكسر المستحيل، بس كنت متخيل ان ده اكتر مستحيل ممكن اكسره في حياتي. ما توقعش ده ممكن يبقى اسهل بكتير من اللي جاي.
بكتير يعني مقارنه يعني. ف 21 ساعه بتمرن 6 7 8 ساعات، بتضطر بقى تاجل جامعتك، وبعد كده بعض الناس بتهاجم وتحارب، ده بيحلم ده وهم كده بيحكي بيسمعه يعني. بس بتاجل جامعتك ليه؟ 21 انت بقى اتخرجت؟ لا كنت لسه في السنة. يعني انت كمان قررت في توقيت غريب، فاضل لك سنه مثلا. اه بالظبط كده. وكده من كتر الهجوم في اللحظه دي، فعايزه تتمرني بشكل الواحد اللي بيكسر المستحيل بيحب يسمع كل حاجه ايجابيه مش اي حاجه سلبيه. كانت كل ما بسمعها على طول، ده وهم ده مستحيل، ده وهم ده مستحيل. وده خلق جواك رغبه في التحدي، فكرت اسافر بقى. وكانت قرار برضه قرار تاني صعب، انت تاجل جامعه وتقنع اهلك بحاجه زي كده، دي حاجه مش سهله كده، بكره الصبح انا مسافر فمسافر يعني. وتروح هناك تتمرن مع ناس صغيرين في السن عشان بيقيسوا المستوى. فجيت الحل الوحيد كنت بقى بتمرن بست والسبع والثمان ساعات غير بلا توقف. اوكي. عشان انام من كتر الاجهاد، مفيش حل تاني. واول بطوله بقى شاركت فيها؟ بعد كده بقى لعبت بطولات يعني، قدرت اوصل في وقت كنت شهر عندي بيساوي سنه بقى. بعد كده رحت اسبانيا، وبعد كده قابلت بقى فرناندو لونا الراجل العبقري اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم، وكان مر النادال يوم من الايام، وده كان مستغرب جدا من تطور المستوى دوت. وعرفت وقتها ناخد وايلد كارد في بطوله برشلونه الدوليه، ومستوى قرب بقى يوصل للعيبه اللي عندها تصنيف كمستوى مش كخبره، ودي كانت حاجه مستحيله. وده حصل، قطع ظهري في النص برده، اتمرنت على الكرسي شويه، وكده رجعت تاني. فاول ما خدت الوالد كارد واتصنفت على مين وقتها، كان عندي 23 سنه، بعد سنتين بس. وده كان اول، كنت خلاص كنت متاكد ان انا اقدر اعمل كتير، علشان عارف ان المرحله اللي بعديها مرحله خبره الماتشات، لكن مش المستوى، المستوى بيتطور بقى خلاص. لكن قدرت اعمل اللي بيتعمل في 10 سنين. حلو. وكنت متخيل ده اعظم مستحيل كسرته. بس انت الرياضه دي كنت عارف عنها حاجه قبل يعني التنس؟ لا لا لا. ما تستغربيش ان الموضوع، الموضوع غريب جدا. الناس بتستغرب يا استاذ بتتكلم. لا حقيقي طبيعي يعني فجاه كده. انا مش مثلا رياضه حباها عيني عليها من زمان بلعبها، بس بشكل كنا بنتفرج على ماتش تنس انا وواحد صاحبي هو بيلعب تنس، كان نهائي رولان جاروس وقتها اعتقد جاوديو ده صاحبك. فقال لي انت الشخصيه دي، انت الشخص اللي بيحارب، انت ليه ما بتلعبش تنس؟ هو بيلعب تنس اصلا. بيلعب هو اللي بيلعب وانت اللي فقلت له بس العمر كبير. قال لي لا ينفع، انت ممكن تبقى كده. هو اداني معلومه غلط يعني، وانا بقى كملت. المهم انه قد كان بالفعل ونفع معاك، نفع نتيجه التحدي اللي انت دخلته فيه ده. حلو. طب التحدي بقى الاكبر والاصعب، البطوله الثانيه بقى الدوليه ليا، كنت انا فرحان جدا ان دخلت البطوله الدوليه. عارف سنتين تلعب بطوله دوليه ده حلم يعني، واحد سنتين يبتدي يلعب بطولات ويبقى عنده المستوى ده، ويمرنك مدرب من احسن مدربين في العالم زي فرناندو لونا اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم وبيلعب. فده كلام كله ما فيهوش فيه طبعا، الراجل كان بيقول ما حصلش في العالم كله ان حد السنتين يوصل لده في 10 سنين. طبعا. فكنت بالنسبه لي بقى عارف قمه الثقه والسعاده. طبعا. في تاني بطوله دوليه ليا كانت في مقدونيا. طول البطوله انا جسمي قوي طبعا، فيزيكلي بالاخص، بقدر العب ماتشات طويله جدا وما بتعبش في حاجه زي نادال مثلا كده. اوكي. طول البطوله من اول خمس دقايق بتعب، وده مش طبيعي فيا. من اول سبع ثمان دقايق بحس ان في حاجه مش مظبوطه. بس انا من طبيعي برضه بكمل. اوكي. يعني من طبيعي بكمل وانا تعبان، لغايه ما جه في الماتش الثاني بشوف الكوره بقى 2 3 4 لغايه وقعت في الملعب. بدا يحصل لي انعدام رؤيه فعلا يعني، بقيت احس اصلا ضعيف جدا، بتحرك بصعوبه طول الوقت جوه البطوله، حاسس برد في جسمي مش عايز يروح. ودي كانت اول مره تكتشف ان في حاجه مش مظبوطه حصلت. بس ما اعرفش في ايه، فقلت يمكن برد حاجه زي كده. رجعت مصر، قلت ان كانت التور بقى تكمل بقى في اوكرانيا وبوسنيا، كانت التور كامله كده. فرجعت مصر قلت يعني يمكن تغيير جو حاجه زي كده. الدكتور بتاعي قال لي طب ما نعمل تحليل دم، تحليل، رحنا المعمل عملنا السي بي سي، المعمل طلب يعين العينه مره، يعيد العينه اثنين، يعيد ثلاثه، لقينا في الاخر قالوا ده الهيموجلوبين ثلاثه. ده ايه؟ الهيموجلوبين ثلاثه، اثنين يعني موت، الهيموجلوبين المفروض يبقى 13. اوكي. طبيعي بتاعه من 11 ل واو. فجاه ثلاثه، ومفيش مناعه طبعا خالص، مفيش صفائح دمويه. طبعا. طب انت واقف على رجليه ازاي؟ ده انا قيسته كام ساعه والموضوع ينتهي اكتر المستشفى. الموضوع كان خلاص، كان مفيش، النخاع وقف. اوكي. بس محدش عارف الحاله بالظبط ايه. طبعا كذا مستشفى بتفقد الحاله، غير القصر العيني الفرنساوي يقبل الحاله، اوضه عزل طبعا لغايه ما يعرفوا بعد باسبوعين بالظبط. طبعا نقل دم كل يوم، بعد كده بيعرفوا ان فشل في المخ العصبي، وده اخطر من السرطان، هو نفس العلاج بس هو اخطر، ان السرطان لما بيجي اكتر من مره بيغيروا النخاع. لكن انا جبت الفاينل ستيج بقى، المرحله الاخيره مباشره يعني. وبعدين طبعا ثلاث شهور نقل دم، بيحاولوا نشاط النخاع، محاوله قبل ما يشوفوا متبرع، ما نفعش في النخاع، يعني ما تعملوش ريأكتيفيشن تاني، فخلاص مفيش غير حل على النخاع، ولازم يشوف حد متوافق بقى، يا اخ يا اختي. ولو ما حدش متوافق يبقى الموضوع برده انتهى، مساله وقت. فطلع اخويا هو المتوافق، كان اختي ما كانتش متوافقه، وبدانا نعمل زراعه النخاع العصبي، ودي من اخطر العمليات في العالم. السبب واحد ان النخاع ممكن يرفض الجسم،
غير ان الجسم يرفضه. يعني لو حصل زرع قلب او زرع كبد او زرع اي حاجه في الجسم، الجسم بس اللي يرفض، لكن النخاع ممكن يرفض الجسم، الاثنين يرفضوا بعض. فدي من اصعب العمليات في العالم تقريبا. طبعا اتعاملت مع دكتور حسام كامل، الراجل العبقري يعني اللي انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، وطبعا هو عبقري من احسن الناس في العالم في الطب. فكان اول سؤال بساله فيه هو الناس كلها بتسال عيش ولا اموت، انا بقولت له امتى بقى العب تنس تاني؟ طبعا هو في نظره ده سؤال طايش، يعني انت جاي تكلمني في حاجه احنا الاول نعيش وبعد كده يعني ربنا يكرم انت داخل على العمليه اصلا. هو طبيعي ما حدش بيرجع بعد التنس في العالم كله، وانا من طبيعي على فكره من الشخصيات اللي بسال سؤال بس بكون مدور عليه. انا من الناس اللي برج ايه انا طور. والله كنت هقول الثور. ماشي والله كنت هقول ماشي كامل. كنت قريت على النت كنت تعاد بتدور عشان تلاقي امل لنفسك، بتدور ما تلاقيش حد في العالم رجع بعد العمليه دي يعني للرياضه اصلا. وكنت بقرا بقى ايه موضوع لو حصل طرد عكسي يبقى الموضوع بقى اتعقد خالص، وكنت دايما بقول لنفسي لا مش هيحصل طرد عكسي. فالعمليه كانت 45 متواصل يا انه بيحصل لازم يدوا كيماوي كيميكال ثيرابي، وبعد كده النخاع بيموت، وبعد كده يدوا النخاع الجديد، ووقت نقل النخاع الجديد دوت حصل القلب يوقف شويه ان فصيل الدم اتغيرت من ال او فصيل الدم اخوه. هو ايه اللي جرالك؟ هي قصه خطيره يعني ده صعب جدا الموضوع ده. لسه اللي جاي اصعب ولسه في حاجات جايه. اه ده كل ده احنا لسه بالورم اب. ماشي كمل. طبعا قالوا لي بعد العمليه ما خلصت 75 متواصل طبعا شكلي اتغير خالص بقى. يعني انا فاكر اول مره ابص على نفسي في المرايه، انا كمان كنت بتفرج بطولات على التنس بتاعي اشوف بقى اصلح ايه لما ارجع العب وايه اللي ناقص وايه اللي بيخسرني المفروض احسنه، فحافظ شكلي. فاول مره ابص على نفسي في المرايه ما عرفتش نفسي. يعني واحد تاني خالص فعلا. يعني انا كنت شكيت في فيلم كده لو انتوا كنتوا بتتفرجوا اللي تحس ان انت مين الشخص ده؟ هل حطوني في واحد تاني مثلا؟ هل بدلوني في يعني روحي راحت لحد تاني ما اعرفوش؟ ان فجاه مفيش شعر كل ده غامق نتيجه العلاج الكيميائي. اه طبعا جسمه ضعيف هيزيل جدا، انك تتحرك من حته لحته بقى صعب. وطبعا الواحد بيكون رياضي بتبقى الضربه اصعب شويه. طبعا. فبعد كده بصراحه بعد العمليه ما خلصت قوي بقعد في البيت 6 شهور، ما تحاولش ان انت تعمل حاجه خالص عشان ما احتاجش طرد عكس مزمن، ممنوع تقابل حد عشان مفيش مناعه. وطبعا طول الشهور دي كلها ممنوع الزيارات، ممنوع حاجه خالص، ان مفيش جهاز مناعي. فبالتالي لو جالي برد بالنسبه لي كانه صعبه قوي 6 شهور كمان زي لا كمان لو جه برد بيبقى زي مراحل الموت. يعني مفيش اميونيتي خالص زيرو. انا صراحه خدت شنطه التنس ونزلت عرفت العب. ايه لا مش سامعه ايه؟ يعني بعد ما خرجت من المستشفى وضبت شنطه التنس ونزلت احاول العب. والله وبعد ما عرفت المعلم ولا هو هو اصلا ممنوعني نعمل حاجه، بس انا خدت القرار ده. اه خدت القرار ده واهلك كانوا عارفين؟ لا طبعا كانت مشاكل كبيره طبعا ازاي، بس ده كان قرار انا من طبيعي كده يعني. يعني عايز اخلي الامل موجود، عايز اخلي الامل نفسه. الشق النفسي عندك يعني بيقف كان مهم جدا. اه لان اصلا ما نجحتش في التنس، حلم كان في طريقه بس ما كملش. لسه عايز ما حققتش حاجه، ما حققتش فكره عودتك للحياه من جديد. مش ده حلم اكبر بكتير من اي انجازات ممكن تحققها؟ ممكن كلامك طبعا صح ان الصحه اهم من اي حاجه في العالم، او القرار كان مجنوني شويه، بس انا كان في نظري هو النجاح والفشل دايما دي النقطه اللي ببص لها في حياتي. انا اتعودت ان احارب على فكره، اتعودت ان احارب واضح كده طبعا من حتى لغايه النهارده على فكره في التنس ما حدش عايز احققه، عشان كده مش هبطل دلوقتي. يعني لسه قدامي 4 سنين كمان او 5، مش هسيب دلوقتي خالص. ستيل فايتنج للاخر. ايه الحلم بقى اللي انت عايز توصل له وبعد كده ممكن تهدى على نفسك يعني لما احس ان انا جبت لما احس ان انا الانسان لما بيحس ان لسه عنده حاجات يقدر يعملها ما بيقدرش يوقف. لما احس ان انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، لكن عارف ان لسه عندي كتير ما اقلقش. اوكي. فوقتها نزلت رحت الملعب بمسك مضرب التنس، حسيت ان هو كانك ماسك حاجه تساوي 50 كيلو، مضرب تنس خفيف. ما بيبقاش فيه ولا عضله في الجسم. طب الملعب بعد ما كنت بوصل من في اجزاء من الثانيه للملعب كله، بقيت احس ان ملعب التنس كانه ملعب كوره حقيقي. انا مش بهرج والله العظيم. الناس لما شافوني ما عرفونيش، ودي كانت حاجه بتوجعني. اكيد. الناس اللي موجودين في المكان اللي كنت بتمرن فيه لما كانوا بيشوفوني شخصيا فبيسالوني انت حاجز ولا مش حاجز؟ المكان اللي بتمرن فيه على طول، فده كان شيء. نازل الملعب 3 دقايق وخلاص، حتى كنت بلبس بنطلون او كده عشان اخبي مفيش عضلات ولا في جسم ولا في حاجه. 5 دقايق روحت البيت ما قدرتش اكتر من كده خالص. وعمال افتكر بقى ان انا يعني 5 دقايق بالنسبه لي دولت زمان كنت بتمرن ب6 و7 ساعات، كنت باجي 10 كيلو في 44 دقيقه تقريبا. وبتمرن الحمد لله النهارده بعمل كده الحمد لله، بس يعني بس دلوقتي وقتها لا، كانت بالنسبه لي صدمه يعني. رجعت البيت كذا يوم بعد كده فجاه رجعت المستشفى تاني، ان حصل لي طرد عكسي مزمن اللي احنا كلنا كنا خايفين. طبعا طبعا طرد عكسي يعني الجسم يحارب النخاع والنخاع يحارب الجسم، ولو ما حصلش سيطره الموضوع انتهى برضه. طب وحاليا وصلت لايه بقى؟ يعني عايزين برضه نطمن على الكيس حاليا. ده حاليا بلعب بقى زي واحد زي 22 سنه تاني.
ما شاء الله ما شاء الله ويقدرك يا رب. ما شاء الله بجد. ومن هنا جات لك فكره صناع الامل، لان عايزين بقى نخش عليها. طبعا عديت مراحل كتيره مستحيل بقى طرد العكس المزمن المتعدي منه، اللي هو كبد مشاكل، وزنه 140 كيلو من كورتيزون، غرغرينه في الايد. تتمرني 5 دقائق في الملعب باجهزه كتير جدا لغايه بتوصل 4 ساعات. جت الفكره لما اختاروني في سويسرا في اليو اي سي سي، ودي اكبر منظمه في العالم خاصه بالسرطان، متحكمه في 170 دوله، 1100 منظمه تحتيها في العالم. واختاروني ان في الكونجرس اللي كان معمول في 2020 وورلد كانسر كونجرس، واتاجل 2022 في جنيفا. وبعد كده جابوني في كونفرنس ميتنج جروم في جنيفا كبير قوي، وبداوا يسالوني اسئله كتير، انت ازاي بقيت الرياضي الوحيد في العالم لو ما شفوش حد قبل بعد؟ ازاي انت اخذت كورتيزون 7 سنين وده بوظ عضلات جسمك كلها تقريبا، حصل هشاشه؟ ازاي عديت من غرغرين؟ ازاي خدت كيميكال ثيرابي ورجعت بنفس القوه اللي انت فيها النهارده؟ هي طبعا كيس تدرس الحقيقه. فمفيش غيرك في العالم، واحنا بنصرف مليارات على الامل للسبورت المنتال، ان علاج السرطان بيلعب 70% علاج نفسي. طبعا انتوا عارفين الحقيقه. كيميكال ثيرابي والكلام ده كله بيعالج، بس المريض لو تصدق انه يخف مش هيخف. ان الموت مكتوب مكتوب. كنا بنموت باسباب مختلفه، فلو احنا قعدنا نخوف نقول هموت من السرطان ممكن نموت بالكوفيد برضه. بس انت الموتيفيشن عندك عندك كويس جدا يعني. اصل الانسان كل ما كل يوم بياخد خطوه وستيل حلمه عايش بيبقى عنده امل. دي اللي ده خليني افكر. فطلبوا مني في سويسرا وقتها، احنا في الكونجرس دوت 3500 مدعو بيتعزم، بتعمل مره كل سنتين. انت التوب بتاعتك مهمه جدا اكتر من 70 دقيقه او 60 دقيقه قدام كل الاشخاص دي. ان بالنسبه لنا انت وجودك كحاله، انت عملت اللي احنا عايزين نقوله للعالم كله، ان في امل. طبعاً. انت رجعت الناس انت بتجسد ده اصلا يعني. انت قصتك فيها تجسيد لفكره الامل اللي هم عايزين يضخوها في عقول وقلوب كل الناس. فطلبوا مني دوت وقتها، حد برضو من اصدقائي كلمني، انت المفروض يا ريت ما يبقاش عندك، ما تعتمدش ان انت تعزم في ايفنتات بس او تتكلم بس. ففكرت فعلا الامل ينتشر. يعني كانت صديقه ليا جدا قالت لي طب انت انا بشوفك انت لما بتتكلم مع الناس احسن لما بتتكلم في ايفنت يعني. يعني مش احسن يعني، الناس بتحب وده بتعمله ازاي طيب من خلال الحمله بقى؟ احنا بقى الحمله دي فكرنا فيها ان الامل هو اللي بيحرك كل حاجه. صحيح. في عالم حتى الشغل، حتى الانسان اللي بيشتغل الصبح، هو الامل اللي بيخليه ينزل ان بكره يبقى احسن، الامل اللي بيخليه يتخيل ذلك. فخلينا مش خاصه بالسرطان بس. ان جنرال يعني خاصه بالسرطان، بالاورفنز الايتام، خاصه بالناس اللي عندها ديسابيلتيز، اللي عندها احتياجات خاصه، خاصه بكل ده. وبدأ من سويسرا، الاوبننج بتاعها في جنيفا، من اكبر اورجانيزيشن في العالم اسمها نو ديفرنس، هي اللي قامت هي اللي تقوم بالاوبننج، عشان هم بيعملوا ماراثون جاري، هيبقى يوم 3 اكتوبر ماراثون جاري في جنيفا للناس اللي عندها كل ديسابيلتيز، كل الناس دول، عشان نقول للعالم كله ان مفيش فرق طبعا بيننا كلنا، مفيش فروق، كل واحد عنده مشكله او عنده اعاقه او عنده مرض او عنده حاجه، لا هو مهم بالنسبه لنا. فبدأ بسويسرا ورايحه فرنسا بعد كده في ليميغو في يوم 4 و5 نوفمبر، فتحوا 3 ايام مخصوص برضو، هتعرض فيها فيلم خاص بتاعي، وهيتعمل بيها برضو، عازمين كل الاورجنايزيشنز في خلال 3 ايام، انترناشونال كونفرنس في ليميغو في فرنسا. وطبعا بهيه شريك كبير في الحمله، ان هي رائع الشرف بتاعتها، ودخلوا بقوتهم جدا بهيه، ودي حاجه انا كمان سفير لبهيه، فبحبها جدا يعني. بجد سفير لبهيه كمان، فبحبها جدا. فهم كمان اي حاجه فيها امل بيخشوا. انت خير سفير، مش مجرد سفير، خير سفير لبهيه. والحقيقه زي ما ابتدينا الفقره دي بان احنا اكدنا على ان احنا معانا شخصيه ملهمه، اعتقد دلوقتي الصوره اتضحت لكل الناس بما لا يدع اي مجال للشك. بنتمنى لك كل الصحه والعافيه، ويا رب ان شاء الله ربنا يكرمك وما تشوفش اي حاجه وحشه بعد كده، ما تشوفش غير كل خير وكل نجاحات. نورتنا في فقرتك. ربنا يخليك، وبشكرك جدا جدا. شكرا ليك يا انور بجد. وزي ما انت قلت قصه الواحد يعني، الشخصيات اللي زيك دي انا بحبها، بحب ان الواحد يسمعها فعلا. حتى خلي بالك للناس الاسوياء العاديين اللي ما عندهمش مشاكل، بس ممكن يكونوا مصابين بتوتر، اكتئاب، نفسيه مش كويسه، دول برضو انا بعتقد ان هم عندهم ديزابيلتي، بس في ذا واي يعني، في الشكل اللي هم دي بريسيف ذيم سيلفز، فاهمني؟ اللي هم بيشوفوا نفسهم ازاي. انا بلعب حاليا دلوقتي، بفتكر ال7 سنين مرض، بقول انا ازاي كنت هنا وبقيت هنا. أيوة. فالناس ساعات ما تتخيلش الموقف الصعب دلوقتي، ان لما هيشوفوا بعد فتره هيقول أنا... بس هو في نقطه، بس هو لازم يحارب طبعا، ان الحياه مش هتتغير وانا قاعد، دي حقيقه. ما هو انت قلت الامل هو اللي بيخليك تحارب وتخليك تكمل، هي دي النقطه. الحمله دي كمان اخر حاجه، الحمله اكبر حاجه في العالم حصلت، ان احنا متعودين عليهم السرطان، حمله مدتها شهرين متواصل طبعا في اكثر من 11 دوله في العالم، منها مصر بشكل كبير.
ان شاء الله حاجه ثمارها في الفتره دي باذن الله. ان شاء الله ميرسي جدا. نورنا تاني، انت كده كده في مصر الفتره دي. طبعاً نورنا طبعاً. تاني على طبعاً. كل حال احنا بنشكرك جدا. الفقره دي خلصت، هنروح فاصل سريع ونرجع بقى عشان نتكلم لسه عن الاهلي ومصر المقصه وكايزر تشيفز. اه لا راحت مني. طب ده كله موجود، كله موجود يا ست الكل. الحقيقه يعني ماتشات متواليه ومكثفه خاضها النادي الاهلي في الفتره الاخيره سواء على الصعيد المحلي او حتى على الصعيد القاري. يعني مؤخرا الاهلي تعادل مع بيراميدز ثم فاز بنتيجه كبيره على سموحه، وبعدها مباراه الاهلي مع المقاولين العرب اللي انتهت بهدفين دون رد. والنهارده ان شاء الله طبعا كلنا بنتمنى ان يتحقق الفوز مره ثانيه على مصر المقصه. اكيد كل الكلام ده قبل الاستعداد للنهائي الافريقي امام كايزر تشيفز. منورنا اسم كبير جدا 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 في تاريخ النادي الاهلي، وكل محبي وعشاق هذا الكيان المحترم عارفين كويس جدا الى اي درجه يعني صاحب هذا الاسم بيحمل قيمه وقامه، كابتن فوزي سكوتي نجم النادي الاهلي السابق. وهنتكلم معاه طبعا عن تحديات النادي الاهلي في الفتره المقبله. صباح الفل على حضرتك. يا صباح الفل. صباح الفل يا استاذ. اهلا بيك. بونجور يا فندم. بونجور. نورنا. بونجورنا. اكيد. منورنا اكيد. و خلينا نبدا بملف انت اللي منورين. انت ربنا يخليك يا هوند. ربنا يخليك. تصحى بدري بقى طبعا تتابعنا. والله أكيد. انا متعود اصحى بدري بس انا بس لو ما بتابعكوش. لا لا بنتابع بصراحه وبرنامج جميل جدا. الله يخليك. وخلي بالك جماهير النادي الاهلي كتير جدا. لا ما جماهير النادي الاهلي على مستوى الجمهوريه بجد بامانه بيقوموا الصبح. في ناس بتقوم الصبح تفتح قناه الاهلي فبتتابع تدريبات الاهلي. انتوا يعني مثلا النهارده انا فتحت القناه قبل ما اجي لكم فلقيتوا انتوا تدريبات الاهلي. فبقول لك الناس بتتابع طبعا. طبعا لا بجد اي حاجه عن قناه النادي الاهلي. ويا رب عقبال الماتشات كمان يا رب. باذن الله. وخلينا نبدا بالماتش النهارده ان شاء الله وبنتكلم فيه. اكيد برضو مباراه قويه. البعض برضو خليني انقل الصوره يقول لك مباراه مهمه بس مصر المقصه مش المباراه اللي تخوف او مش الفريق اللي يخوف. يعني تقابلنا 20 مره دي مواجهه 21. الاهلي فاز يعني بثلاث ارباع المباريات في المواجهات السابقه. ولكن برضو يظل في اهميه لهذا الماتش وهذه المباراه. فخلينا ناخد كده برضو رؤيه سريعه من حضرتك على النهارده اللي عندنا برضه ملفات تانية كتير. بص هو النادي الاهلي يعني عشان نادي بطولات فهو بالنسبه له لما بيلعب اي ماتش كل الماتشات متساويه عنده. بيلعب المقصه، بيلعب البيراميدز، بيعامل المقاولين، بيلعب الزمالك. عنده كل ماتشات الدوري بالنسبه له عشان هو بيلعب على بطوله. فالنادي الاهلي نادي كبير مش نادي صغير لكن بيعمل لكل ماتش حساب. فدي ميزه النادي اللي هي بتبقى عايزه تحرز بطوله ما عندوش. يعني هو دلوقتي عنده مصر المقصه بعديه عنده ماتش بطوله بالظبط بعدها بطوله مهمه يعني. طبعا البطوله 10 ان شاء الله وان شاء الله نبارك للنادي الاهلي. بس هو ما بيفكرش دلوقتي في الماتش لا هو بيفكر في بيراميدز دلوقتي. كل اللعيبه ودي الميزه اللي في النادي الاهلي الصراحه. اي مدير فني مستر موسيماني يعني بيركز مع كل ماتش بماتش. وبعدين واخد بالك يا استاذ كريم النادي الاهلي بيلعب كل 48 ساعه صح تقريبا. صحيح انت لو جيت البرنامج كل يوم بتلاقي نفسك عايز تحضر وعايز طبعا. تعمل وانت بتبقى ريلاكس وقاعد وفي التكييف وبتاع. فتخيل اللعيبه اللي بتلعب في الجو اللي احنا فيه ده صحيح والجو الحر وبيبذل مجهود وبيلعب زي ما بقول لك عشان نادي بطوله يا هوند. فهو لازم بيركز كويس جدا واللعيب يبقى الفورمه بتاعته. يعني انت جاي النهارده الصبح يا استاذ كريم ممكن تلاقي نفسك مش فايق شويه. لا بتحصل طبعا. ومش مركز شويه في يوم تلاقي نفسك ناشط وفايق ولاعيب الكوره كده. فمتخيل انت كل 48 ساعة بيلعب ماتشات بيلعب على الفوز. يعني احنا شفنا ماتش المقاولين الفرقة اللي بتلعبها المقاولين كابتن عماد النحاس يعني ربنا يعني معروفة ان لازم المقاولين هيدافع قدام النادي الاهلي عشان هو شاف ماتش سموحة. ماتش سموحة من اول ما نزلوا بيلعبوا بيضغطوا على النادي الاهلي. النادي الاهلي ضغط عليهم واحرز الاهداف بسرعة وده المطلوب منه. فالماتش بالنسبة له بقى مستريح فيه. طبعا. الماتش اللي بعديه فوجئ ان المقاولين تكتل دفاعي جامد جدا. فبرضه لغايه لما ربنا يعني اكرمنا وجبنا الهدفين في اخر الشوط الثاني. في اخر الشوط الثاني يعني برضه هي الفرقه دي كل ما بتتاخري في احراز الهدف فيها الفرقه دي خلي بالك بتبقى نفسها موجود وعندها حميه وبتاع. اول ما بتحرز فيها الهدف الاول او الثاني يبتدوا بقى يلعبوا اللعب الملعب مفتوح كله بقى خلاص انت خسرت. طب هو ماتش النهارده بصفه خاصه بتيجي اهميته من كونه واحد من المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي في الدوري الممتاز في رحله الحفاظ على اللقب ولا لمجرد ان ده الماتش المحلي الاخير قبل لقاء كايزر تشيفز وهيبقى له اكيد انعكاسات على الحاله النفسيه عند اللعيبه؟ شوف هو لما الاهلي لعب مع بيراميدز وتعادل
فادوا في ماتش سموحه ان اللعيبه حست ان الـ 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 الماتش ما كانش المفروض يتعادل مع بيراميدز، مش ده المستوى المتوقع. فنزلوا الماتش بتاع سموحه اللعيبه بقت تغل. ده الميزه اللي في النادي الاهلي انه كل ماتش بيلعبوا، فهو دلوقتي سابوا كايزر ده خالص دلوقتي وبيلعب على مصر، مصر المقصه. ليه؟ عنده الماتشات المؤجله دي عايز يحرز النقط بتاعتها والنقط بتاعتها عشان بيدخل على بطوله الدوري. فهو بص بيلعب بطوله الدوري، هيلعب بطوله افريقيا، هيلعب بعد كاس مصر، هيكمل الدوري. فهو بيفكر مستر موسيماني طبعا ان الفرقه بتاعته عنده مجموعه لعيبه، في اصابات بتحصل، في حاجات، في لعيبه بتلعب مكان لعيب، فهو بيفكر في كل الكلام ده وبيجهز لعيبته نفسيا وبدنيا وكل حاجه. بس هو المشكله ان كل 48 ساعه فعلا، ده لو مضاد حيوي بيشتغل بشكل ده. ايامنا كنا بنلعب كل يوم جمعه، انت متخيل تلعب الجمعه؟ طيب في مساحه اريحيه، تريح السبت وبعدين بقى تتمرن طول الاسبوع وبعد تحضر للماتش. دلوقتي بيلعبوا كل 48 ساعه وبعدين بيلعب يعني بطولات كتير، بتلعب افريقيا وبتلعب في دوري وبتلعب في بطوله عربيه وبتلعب، بتلاقي نفسك داخل اللعيبه عايز نفسيا عشان تجهزه برضو بعد مكسب، بعد ماتش بذل مجهود جامد جدا. وده بيظهر دور موسيماني او المدير الفني هنا بقى طبعًا، ومدى احترافيته بصراحه ده كان على ارض الواقع ظاهر جدا. هو بصراحه بصي يعني الجهاز الفني كله وسيد عبد الحفيظ وطبعا كابتن محمود الخطيب متواجد، دي ميزه تواجده اللي بيفرق بشكل كبير بجد جدا من طبعا. امانه يعني ان الرئيس النادي بيبقى متواجد، مجلس الاداره بيبقى متواجدين، بيسافر معاهم، هيسافر معاهم الماتش النهائي. ده بتدي دافع برضو اللعيبة، بيوريك ان المسؤوليه، عارف استاذ كريم، مسؤوليه ان بيحسسك رئيس النادي موجود طبعا باسم زي كابتن الخطيب طبعا، بيحسسك ان احنا مش رايحين نهرج، احنا رايحين هنسعد جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر انك انت هتلعب في بطوله قويه، هتلعب في ماتش دوري، الناس كلها قاعده بتتفرج. احنا عندنا خلي بالك مع الظروف اللي احنا فيها في البلد والحاجات دي، يعني المستنشق بتاع الناس ماتشات الكوره. طبعا احنا قلناها قبل كده انا وكريم بصراحه كتير، 2020 كانت سنه صعبه على كله، فيها كآبه. اللي كان بيسعدنا كان الاهلي، ده كان المصدر الوحيد. الكورونا مأثره كانت على الناس ولغايه دلوقتي. فهو يعني الناس بتستنشق الهواء بتاع تلعب، بتقعد تستمتع بالماتشات طبعا. فانت بتشجع الاهلي، ده بيشجع الزمالك، ده بيشجع الاسماعيلي، كل واحد ليه انتمائه. فتخيل انا مثلا امبارح ماتش بتاع الارجنتين والبرازيل، الساعه 2 بالليل، وبعدين عايز اصحى بدري عشان اجي لكم، فاضطريت انام يعني على متاخر شويه، وبعدين قمت رحت اتفرجت وصلينا الفجر وكملت، وبعدين دخلت ريحت شويه وبعدين جيت. فمتعه انك انت تتفرج على الماتشات دي طبعا. غير الماتشات عندك النهارده الاهلي، عندك بقى من الساعه 7 كمل لا وعندك بالليل بقى كمان الساعه 9 القرار اللي عملوه. انا قلت ايه، الاهلي هيلعب الساعه 5، حرام الجو ده الساعه 5. الحمد لله كويس انه اجلوه لغايه الساعه 7. يعني يمكن كمان لو ما فيش نهائي اليورو النهارده كان احتمال كان عملوه كان 9، يبقى احسن برضو. احنا بنبقى قاعدين ده بس حلو 7 عشان نلحق نتابع الماتشين، عشان نتفرج على الماتش الثاني. الصراحه الماتش الثاني قوي جدا طبعًا. يعني طبعًا. الواحد بيستمتع بالماتشات دي، وبرضو لازم بتشجع فرقتك وتشجع النادي الاهلي، والناس بتستمتع وتشوف اداء اللعيبه بس الناس بتبقى ايه يعني، احنا عشان لعيبه وحاسين، ببقى حاسس باللعيب. انت بتبقى قاعد في التكييف او قاعد بتشرب شاي او قاعد كده واخد بالك مرتاح، وده بيجري في عز الجو ده وبيبذل مجهود. هو صحيح دي شغل يعني، هو لعيب كوره ومتعود على كده. احنا ايامنا كنا بنلعب الساعه 2:30، تفتكر يا استاذ كريم؟ احنا ما كانش فيه بالليل ولا فيه بقى كل، بس كان الجو مختلف برضه، في كان اختلاف شويه يعني. انا والله تغير المناخ يا كابتن، كانت الدنيا مقدور عليها، كم العربيات والعوادم والحاجات دي خلت المناخ عندنا برضه يتغير. يعني انا بقول لهم الايه، الكره الارضيه لفت بينا، رحنا تبع الدول العربيه، بقينا بقينا اقرب للخليج. يعني الرطوبه عاليه جدا، الشمس جامده جدا. الساعه كام ده؟ الساعه 7 الصبح لا اول الشمس تطلع، حاسس بالحراره. فلعيب الكره كده صحيح. طيب انا عايز اروح مع حضرتك هربط ما بين شويه المحلي، الدوري المحلي عندنا، وفي نفس الوقت برضو اليورو، لان الوضع اللي احنا شايفينه في الموسم الحالي مختلف شويه. يعني حتى اليورو مختلف، فرق كانت مفروض الناس كانت متوقعه ان هي هتوصل للنهائي ما وصلتش، فرق تانية ما كانتش على هذا المستوى لكن ابدعت زي ايطاليا مثلا. تمام. على الصعيد الثاني برضو الدوري المحلي برضو
شكله يعني مش اللي هو انت داخل عارف مين اللي هيفوز بيه على طول. في مؤجلات طبعا للاهلي وان شاء الله النقاط يعني تبقى متصدره من ناحيه الاهلي، بس برضو الدنيا مش متوقعه قوي، فخلينا نفهم ايه اللي بيحصل. لا هو الفرق بين الدوري المصري والدوري الاوروبي، لان الاوروبي ده مدارس، يعني انت بتتفرجي على ايطاليا، بتتفرجي على انجلترا، بتتفرجي على الكوره المختلفه طبعاً في جميع المدارس، فبتستمتعي بكل مدرسه. بس في حاجه غريبه جدا حصلت في كاس العالم اللي فات، معظم الفرق اللي فيها النجوم الكبيره رونالدو وميسي محمد صلاح بالظبط طلعوا بالظبط، يعني مش مفهوم. لا ده المفهوم ايه؟ ان الكره بتتغير، الكره جماعيه، كره لياقه، لياقه بدنيه عاليه، يعني الفرق اللي فازت فعلا بكاس العالم واللي هتفوز كمان النهارده بين انجلترا وايطاليا ايطاليا عندها القوه الدفاعيه، الحماس بتاعهم اللي هو الايطالي اللي هو بيدخل على الكره جامد جدا. الكره الايطاليه رجعت، يعني ده اللي نقدر نقوله بقى لها سنوات غايبه بصراحه، اللعب الحلو اللي احنا نعرفه. ايطاليا كان زمان كان نجوم كلهم يعني. وانا ما دي النقطه يمكن عشان كده حتى انا عمال اهز راسي في الجزئيه دي من سؤال نهاوند، ان فعلا انا شخصيا بكلم حضرتك عن رؤيتي، انا حاسس ان كل المنتخبات اللي في اوروبا مش بنفس قوتها زمان. تمام. يعني مش هقول لك مثلا قبل كده، هقول لك مش بنفس قوتها في الثمانينيات واوائل التسعينيات مثلا، لما كانت انجلترا وايطاليا عموما. خلينا حتى ممكن نرجع كان... على النقطه دي. لا لا اقول لك بس كريم. قبل ما حضرتك بس ايه سريعا هنطلع فاصل ونرجع حتى نكمل كلامنا في النقطه. اتفضل بعد اذن حضرتك. اتفضل نرحب بيكم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي نروح كده لايف نيوز سريعه مع مراسلنا العزيز جدا شريف شعبان، هو موجود في مقر فندق الاقامه وكواليس بقى فريق الاهلي لمواجهه مصر المقاصه النهارده. عايزين نطمن على الفريق، الوضع عامل ازاي، اخر تمرين امتى، هياكلوا ايه، هيشربوا ايه، المحاضره امتى. شريف صباح الخير عليك في البدايه، طبعا صباح عليك انا وكريم وكابتن سكوتي، وخلينا كده ننقل لجمهور الاهلي صوره حيه من عندك على اللي بيحصل والكواليس. اتفضل يا شريف. طبعا صباح الخير نهوان، صباح الخير كريم، صباح الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير لنجم مصر الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي من محافظه السويس ومن خلف فندق الاقامه اللي بيقطن فيه طبعا فريق النادي الاهلي. خليني الاول ابدا لكم بدرجه الحراره، درجه الحراره 31، الرطوبه حوالي 51، الرطوبه عاليه جدا في محافظه السويس، جو يمكن ما فيش هواء خالص فيه، لكن باذن الله بنامل على الساعه 7 كده يكون الجو كويس ويكون الاجواء كويسه باذن الله في مباراه الاهلي والمقاصه المقاصة والأهلي، وبإذن الله النهاردة يكون التوفيق مع النادي الأهلي ونفوز ونضيف ثلاث نقاط وداد. خلينا هوندي وكريم اقول لكم يعني اللي انا شفته في طريق السويس الصحراوي، حاجه مفخره لمصر، يمكن تحيا مصر بجد، يعني طريق السويس الصحراوي حدث ولا حرج من اول الكارته في القاهره لحد محافظه السويس، طريق ولا اروع ولا اجمل، حوالي 7-8 حارات، حاجه عالميه بجد، يمكن الطريق ما حسناش بيه خالص، مفخره لمصر، تطوير الطريق، كل الطرق في مصر بتشهد طفره كبيره جدا في الفتره الاخيره، فحبيت اشيد بالطريق من القاهره الى محافظه السويس. محافظة السويس يمكن حتى المدخل كمان يختلف خالص تنظيميا ومروريا ويعني وتطوير جدا في محافظة السويس، بقالي كام سنة ما جيتش السويس، لا الدنيا مختلفة خالص، فبجد يمكن بدعوا الناس كلها اللي حابب يجي السويس هيلاقي اختلاف كبير جدا في محافظة السويس. خليني بقى اطمنكم على النادي الاهلي، النهاردة الاهلي كان فطاره في العاشرة صباحا، يمكن الغدا هيكون في الواحدة والنصف ظهرا، يمكن المحاضرة هتكون في الساعة 4 عصرا، هيتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني عن التشكيل اللي هيلعب في مباراة المقاصة، يمكن الساعة 4:30 هيكون السناكس الوجبة الخفيفة، والساعة 5 بإذن الله التحرك إلى الاستاد، يمكن الاستاد حوالي 25 دقيقة من فندق الإقامة إلى الاستاد. امبارح الأهلي اتمرن تمرينته الرئيسية الساعة 5 عصرا، يمكن مستر بيتسو موسيماني جرب أكثر من لاعب في أكثر من مركز علشان خاطر هيستقر بإذن الله النهاردة على التشكيل اللي هيبدأ به المباراة اللي هتكون في 7 مساء بدل الساعة 5، يا رب بإذن الله، أو حسنا فعل اتحاد الكوره في تاجيل المباراه ساعتين، لان فعلا الجو حر فعلا وما كانش ينفع خالص المباراه تتلعب الساعه 5، فيا رب باذن الله الساعه 7 يكون الجو فك شويه ويكون او يكون تكون الاجواء كلها تساعد الفريقين على اداء مباراه ولا اروع ولا اجمل، وباذن الله باذن الله باذن الله يكون الفوز النهارده من نصيب النادي الاهلي. معاك نهاوند، معاك كريم لو في اي استفسار.
لا تغطية أكثر من رائعة حقيقي يا شريف، وفي نفس الوقت برضو أنا عجبني جدا أن أنت اتكلمت عن محافظة السويس، هذه المحافظة اللي فعلا حتى التطوير باين عليها بشكل كبير جدا. أنا كان ليا أكثر من مرة أن أنا رحت السويس يعني، وكل زيارة فعلا بيكون فارق جدا هناك على الأرض، البنى والتطوير اللي بيحصل. المحافظات على فكرة جميلة جدا يعني. كل حاجة مشكورة جدا جدا يا شريف، شكرا ليك والتوفيق إن شاء الله للفريق وللعيبة. عودة بقى لضيفنا العزيز كابتن فوزي سكوتي، احنا يعني ايه ما تيجي بقى ننتقل على كايرو، على كايرو ايه، على كايزر تشيفز، عايز اقول السويس والقاهره على كايزر تشيفز وهذه المباراه المرتقبه، وحضرتك شايف مين الاقرب لحسم اللقب؟ لا ان شاء الله الاهلي يعني، مش عايزين يعني نسابق الماتش، احنا نخلص بس من المقصه وبعد كده ان شاء الله ربنا يوفقنا في ماتش كايزر ده. فهو لما اتفرجنا عليهم شفناهم في الماتشات اللي فاتت، الخطوط العريضه بتاعتهم هم ما بيضغطش، ما بيهجمش عليك، هو بيقفل كويس، بيعتمد على الكره العرضيه، بيعتمد على الفاولات خارج منطقه الجزاء على اساس بيلعبوا بالهيدرز كويس، عنده لعيبه كويسه بتلعب بالهيدرز زي الماتشات اللي فاتت شفناهم. عندهم دلوقتي هم كايزر فرقته الثامن على الدوري يعني، بالنسبه له هو الثامن على الدوري، مش مثلا الاول بتاع الدوري، هو الثامن على الدوري. لكن هو اول مره يتاهل اصلا، واول مره يتاهل وهو يعني هم عندهم طبعا حماس، مش عايزين نقلل منهم طبعا، والنادي الاهلي معروف كده، ومستر موسيماني عامل وبيجهزوا اللعيبه بعد ماتش المقصه هيبتدي يقفل الدوري خالص ويدخل بقى على الماتش ده، ويبقى فيه معسكر اول ما يرجعوا من السويس على طول هيبقى هيشتغل وهيعمل معسكر طبعا قبل الماتش ده، هيسافروا كمان السفريه دي في المغرب ويبتدوا بقى يركزوا جامد جدا ان هم عايزين يفرحوا الجماهير المصريه. فرقه الكايزر يعني شفناهم، مش عايز اقلل منهم، لان احنا في الكوره اتعودنا كده، عمرنا في النادي الاهلي ما بنقلب الفرقه من اللعيبه، احنا بنلعب قصاد اي فرقه زي اي ده زي ده ده زي ده، بنعمل حسابه ما عشان ربنا يكرمك في الماتش ويتقدر وتحرز اهداف وتسهل عليك الماتش. لان اول ما النادي الاهلي، لان هم بيقفلوا كويس، هيقفلوا كويس اول ما تضغط عليهم، عارفين النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي اسم كبير وعارفينه بطل افريقيا وعارفين انه فرقه جامده جدا، فطبعا المدرب بتاعهم هينزل هيقفل زي ماتش المقاولين، نعتبر اكنه ماتش المقاولين مع اختلاف برضو اللعيبه اللي موجوده هنا. طب ليه ما يحصلش العكس يا كابتن فوزي؟ ليه من منطلق ان هم اول مره يتاهلوا للبطوله عموما ناهيك عن ان هم وصلوا للنهائي ونفسهم برضو يتحط في سجلاتهم ان هم حصلوا على اللقب ده ولو لمره واحده في تاريخهم، فيبقوا اللعيبه نازلين بياكلوا النجيل بالمعنى الحرفي؟ ده اللي هيحصل، بس انا قصدي هم الماتشات اللي فاتوا لعبوا على الطريقه دي، فاعتقد ان المدرب بتاعهم برضو هيبقى ماتش النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي، فهيحاول يقفل كويس جدا على اساس ان هم ما يجيش فيه هدف في الاول خالص. ده اللي هيبقى السيناريو، الله اعلم هو هيعمل ايه، هو برضو لسه احنا مش عارفين تخيله ايه. لكن احنا لما بنيجي يعني مثلا موسيماني لما بيجي يشوف الفرقه اللي قصاده دي لعبت الماتشات اللي فاتت ازاي، طريقه لعبها، القوة والضعف، الحتة اللي بنلعب على الجناب، بنلعب في نص الملعب، بيبدأ بمين، مين هيحط في الباك شمال، باك الليفت، الحاجات دي بيقعد يتفرج على الماتشات دي وبيشوف اللعيب اللي عنده الجاهزية بتاعته. يا ربنا يبعد عنه من الإصابات يا رب إن شاء الله، لأن بقول لك كل 48 ساعة لما لعيب بيلعب معرض، زي محمد طاهر أهو، لقيناه محمد طاهر وبواليا الاثنين النهاردة بره التشكيل خالص، لأن بيحصل له شد، ممكن بعد الماتش تلاقي حصل له شد في التمرين، بس السيناريو ده ما يحصلش ممكن يعني. في التمرين يحصل له شد برضه يعني، لا قدر الله ممكن اصابه صغيره تحصل، حاجات تمنعه على المشاركه. فهو على اساس ان هو النهارده هيحاول يخلص يعني ان شاء الله، يبقى ماتش مصر المقصه ويلاعب اكبر عدد من اللعيبه على اساس يريح اللعيبه بتاعته ويحافظ عليها استعدادا للماتش اللي هو بتاع كايزر. فطبعا ماتش كايزر ده يعني هيبقى ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي دافع جامد ليهم، وانا عارف لعيبه النادي الاهلي لما بيتحطوا تحت مسؤوليه، وزي ما قلنا الكابتن محمود الخطيبه ورئيس البعثه معاهم، وهم عارفين ان جماهير النادي الاهلي او جماهير مصر عامه مستنيه الماتش ده، عايزين يتفرجوا على النادي الاهلي طبعا. وتبقى العشرة باذن الله زي ما احنا قلنا، فيا رب ان شاء الله يبقى ماتش سهل واللعيبه على قد المسؤوليه ان شاء الله.
طيب كابتن سكوتي، انا لو مدير فني دلوقتي بقى بالنسبه لي قرايه فريق مش معتاد ان هو يصل لبطولات معينه او نهائيات معينه اسهل لي، ولا من فريق معروف اوله من اخره زي ما بيتقال؟ كايزر تشيفز كلنا عارفين ان هو فريق غير متوقع، مش افضل لعبه على الارض، ولكن هو اللي بيحصد النهائي او البطولات، فاني اسهل؟ يعني خلينا نقرا مع حضرتك ده. بص الناحيتين مش اسهل، مفيش اسهل في الكوره اللي احنا قلنا عليه، مفيش حاجه اسهل. الفرقه اللي انا بلعبها وعارف ان لو هي قويه وهي مثلا فازت ببطولات او الاول على الدوري بتاعهم بتعملي له حساب جامد برضو. الفرقه الثانيه بتعمل حساب وبتدرسيها، بس قوتها على اساس انك انت عارفه ان هو الثامن على الدوري، فما بيبقاش بالقوه بتاعه اللي هو الاول على الدوري يعني. لكن في الماتش ما تضمنيش المفاجات فين، زي ما شفنا في بطولات اليورو شفنا معموله ازاي، ابطال ولاعيبه ونجوم، نجوم كل النجوم الكبيره طلعت، اللي فاضل انجلترا وايطاليا. وحد كان اصلا متوقع لما تسال اي محلل رياضي كان بيتسال بيقول لك عمره بقى التشكيل النهائي يبقى ايطاليا وانجلترا، ده الناس تقول فرنسا، ناس بتقول المانيا، المانيا وانجلترا، يعني ما حدش كان جايب ايطاليا يعني قبل الماتشات النهائيه. انا توقعت ان انجلترا وايطاليا الاثنين عندهم الدافع القوه، حضرتك توقعتها من انجلترا عندها فرادة كويسين جدا، ايطاليا عندها انها وصلت وقدرت ان هي بقى لها فتره كبيره بعيد ايطاليا بالزبط. عندهم الدافع وعندهم انهم عايزين الحماس، وزي ما قلت لك فريق ايطاليا بيمتاز القوه الدفاعيه وبيبقوا مقفلين كويس جدا وبيلعبوا، بدليل ان هم هنشوف في الماتش النهارده ان شاء الله هيبقى ماتش قوي جدا طبعا، هيبقى يعني ضرب نار ممتع. لا ماتش جامد واحنا بنستمتع بال يعني انا بتفرج امبارح الماتش جامد جدا بين البرازيل والارجنتين، وبيلعبوا بقوه وعنف على بعض في اخر بقى ربع ساعه خلاص، النيمار والبتاع بيلعبوا بقوه وبيتضربوا والانذارات والحاجات دي كله، عايز يفوز بالبطوله اكيد. فهي ماتش تكمله للرد على سؤالك يا نهاوند، ان الفرق حتى لو هي صغيره وانت بتلعبي على نهائي بطوله ملهاش مقياس. ايوه بالظبط، ملهاش مقياس. هي دي الجمله. ليه؟ انا بحترم الخصم، بحترم الاستاذ كريم، بحترمك، بعرف قوتك فين، ضعفك فين، بلعب عليها. لكن لو انا استهترت او قلت لا دي فرقه مثلا ضعيفه او هي ده هيحصل ايه؟ لخبطه جامد جدا، ممكن لا قدر الله تحصل كره خطا بتاع تلاقي الماتش اتقلب. فعشان كده الطبع ده في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي الى اي درجه ده ممكن يكون شيء مطمئن بالنسبه لحضرتك شخصيا لفكره ان الاهلي هل هو قادر على الاحتفاظ بالثلاثيه دوري وكاس وافريقيا ان شاء الله؟ يعني بص لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي اللي هو البطل متعود على البطولات، يختلف عن مع احترامي للفريق كايزر انه مش يعني هو وصل البطوله دي ممكن بطريق الصدفه يعني، او الماتش زي ما قلنا كسب في ماتش ووصل زي كاس مصر او كاس اي كاس بيتلعب في اي، ممكن تلاقي فرقه درجه تانية هي اللي بتلعب في النهائي. صحيح صحيح، واخد بالك؟ فهي الميزه النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي بتبقى عامله حسابها في الماتشات دي كويس قوي، ان بتلعب الماتش ده ملوش دعوه بالفرقه اللي قصاده، انا بادي الاداء بتاعي، القوه بتاعتي، عندي الهدف مهما كانت الفرقه، مهما كانت الفرقه. ما انا عشان كده بقول لك ده الميزه اللي في النادي الاهلي طبعا، او في الفرق الكبيره عامه زي انجلترا النهارده، النهارده بتلعب ايطاليا، طب لو كانت بتلعب فرقه اي فرقه ثانيه، التشيك مثلا، الدنمارك بتاع، هيبقى نفس التركيز بتاعهم ان هو جاي الهدف بتاعه، ماليش دعوه بالفرقه اللي قصاده. أيوة. انا جاي عايز اركز على اطلع بالكاس، عايز اخد البطوله، ارجع فرحان، افرح الناس، افرح الجماهير. ده اللي بيتحط للعيبه السيستم بتاعه، خاصه لعيبه النادي الاهلي. شفنا لعيبه النادي الاهلي كتير، شفنا في منتخب مصر الكلام ده كتير، ان ساعه البطوله لا اللعيب بيتغير. يعني ماتش مصر المقاصه هيبقى اهتمام جامد جدا، الماتش اللي بعديه هيبقى اهتمام جامد جدا، اللعيبه تطلع من ماتش المقاصه ان شاء الله وكسبانين، لان ماتش المقاصه برضو فريق المقاصه انت بتلعب لعيبه، انت بتلعب فرقه، الفرقه دي اتعادلت الماتش اللي فات، عايزه النهارده هتلعب قصاد النادي الاهلي، بيجي قصاد النادي الاهلي كله طبعا بيبتدي بقى ايه طبعا. يطلع اللي عنده، حتى لو اللعيب تعبان ولا حاجه، بيبقى نفسه طبعا. يلعب قصاد النادي الاهلي عشان يقول لهم انا موجود طبعا. النادي الاهلي الناس كلها بتتفرج عليه، فهو بيبقى اللعيب ماتش الاهلي بالنسبه له هو الثاني، بيبذل مجهود جامد جدا، ولعيبه النادي الاهلي برضه بتبذل مجهود جامد جدا، بس عايزه تكسب. الثاني لو اتعادل
بيبقى مبسوط جدا يعني. كلام محترم كابتن سكوتي. والحلقه خلصت تمام وان شاء الله زي ما احنا متوقعين الاهلي دايما يشرفنا وعلى طول بيشرفنا وبيسعدنا. اتمنى ان شاء الله يعني تملي كده وان شاء الله على وشكم ان شاء الله النهارده الاهلي يفوز ويوم ان شاء الله يوم 17 ان شاء الله برضو نبارك برضو للنادي الاهلي عشان ندخل العيد بقى مبسوطين. عايزين نعيد عشان نعيد بقى يا كابتن عشان ناكل لحمه. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب يا استاذ كريم حضرتك معانا. اظبطي نفسك بقى على اساس بكره ان شاء الله نستهل بايه. صباح النصر ان شاء الله. صح كده. نشوفكم بكره ان شاء الله.